حذر المتحدث باسم الأونروا كاظم أبو خلف من أن القطاع المدني في قطاع غزة يواجه انهيارا مأساويا، مشيرا في تصريحات لإكسترا نيوز إلى أن القطاع أصبح على شفا كارثة حقيقية. الحمد لله جمهورية مصر العربية يعني قالت وأوضحت موقفها بشكل رسمي. يبقى نحن إذا نعود إلى المربع الأول، ماذا عن الناس؟ تقريبا في مدينة رفح يوجد تقريبا 1,000,000 شخص، وهذه مدينة حتى بنيتها التحتية بالعمل مع 300,000، هذا إذا بقيت أصلا وسلمت من القصف. هو إذا غاية في التعقيد، والأدهى من ذلك كله إذا سمحت لي إنه لا يوجد حتى وقف لإطلاق النار، حتى نقول يعني نلتقط بعض النفس، نقدم بعض المساعدات، حتى لا نستطيع نحن كمؤسسات عاملة في مجال الخدمات أن ندعي أن لدينا عملية اكتزاز إنسان، لأنها لا تتوفر شروطها حتى على الأرض.